عاملين مقتل معاويل بحكم ان النادي الاهلي ما جابش صفقات. الاهلي ما جابش صفقات، الاهلي ما عندوش صفقات، الزمالك جايب صفقات احسن من النادي الاهلي، اللي مش عارف ايه، احنا كده الموسم هيضيع، مين مش عارف عامل ايه ومين مسوي ايه، مين مودي فين ومين جايب منين، كلام بالشكل ده، كلام كتير جدا 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 في هذا الاطار من البعض. الاهلي جاب انا ثلاث صفقات، برونو سافيو، شادي حسين، مصطفى سعد، ميسي اللي احنا بنقول عليه ميسي، ماشي. فالناس عامله مقتم وعويل في هذا الاطار، ازاي الاهلي ما جابش صفقات، ازاي الاهلي هيعمل ايه السنه اللي جايه دي، هيمشي ازاي وهيروح فين ويجي منين وهيتعامل ازاي، خاصه وان النادي الاهلي يعني معروف عنه انه بيجيب صفقات من العيار الثقيل وبيدعم صفوفه، وان هو خسران الدوري وخسران بطولة افريقيا وخسران الكاس وخارج من الموسم الماضي خالي الوفاض، ازاي يجيب لي السكواد بتاعه هو نفس السكواد اللي كان موجود في العام الماضي باستثناء اضافات قليل. طيب عاوز اقول لحضرتك على حاجة بس مهمة، اول حاجة النادي الاهلي كان بيدعم نفسه صيف وشتاء وماشي كويس، فالزمالك عامل صفقات نظر انه كان محروم من القيد فترتين قيد نتيجة للعقوبات. تاني حاجة النادي الاهلي بيختار نوعي، ايه اللي كان عاوزه؟ محمد رضا بوبو، طيب ماشي محمد رضا بوبو اللي ما جاش، ومصطفى شلبي، في حد تاني؟ الاثنين اجانب التانيين او واحد اجنبي واحد تحت السن. طيب انت اخترت واشتغلت وعملت كل حاجه، جالك مدير فني، جالك مدير فني، فبالتالي يا عم صل على النبي، اللي يتريق يتريق يا عم، يا عم ربنا ياخده وخلاص، يا عم ربنا ياخده خلاص وريحنا منه، هو امثال اللي يشتم يشتم واللي يتريق يتريق، من فضلك يعني ما تروشنيش، انت راجل اهبل وعبيط، خلاص خرف، هتقول لي بقى مش عارف مين بيقول ومين بيعمل، ما بتفرجش والله، المهم صلي على سيدنا النبي كده وسيبنا نشتغل بعد اذنك. ماشي، فالنهارده النادي الاهلي كان عاوز الثلاثه دول، عمل قائمته. طيب الاهلي محتاج ايه؟ اتنين اجانب كمان جايين له، واحد فوق السن وواحد تحت السن، طب مين اللي شغال في الجزئيه دي؟ مارسيل كولر المدير الفني اللي جه، قال لهم طب انتوا اختارتم وجبتم وعملتم وسويتم ووريتوني وانا وافقت. طيب الصفقات اللي جايه بتاعتي انا اللي اختار وانا اللي اقول وانا اللي اقول احنا عاوزين مين ومش عاوزين مين وحاجات بالشكل ده، فبعد اذنكم اي صفقه انتوا عاوزين تبرموها لازم انا اشوفها الاول وتبقى من اختيار، واشوفها توافق احتياجاتي ولا ما توافقش احتياجات، مجايز هي ما توافقش احتياجات، فيبقى احنا بنجيبها ليه؟ ما يبقاش بنجيبها، ويبقى احنا بنريح دماغنا وهكذا. فالخواجه مارسيل كولر هيجيب اجانب وعاوز لعيب، لكنه بيختار بشكل نوعي، مش بيختار بشكل انك انت لا اي حد هاته خلاص، واحنا عاوزين نجيب عدد والعدد في الليمون ونطلع نقول احنا عملنا 10 صفقات وكده. كنت بتكلم مع احد المسؤولين في النادي الاهلي، قال لي قول لي مين الصفقات المميزه في الوسط او اللاعبين المميزين اللي يجوا يحدثوا الفارق، اللي يجي ويبقى افضل من اللي عند. قلت له حسب المدرب عاوز يوظفه في ايه، حسب ما هو عاوز مراكز ايه ويوظفه فين ويتعامل معاه ازاي، تقدر تقول ده او مش ده، تقدر تقول انا عاوز ده او مش عاوز ده وهكذا. طيب النادي الاهلي لما عمل قائمته امبارح سواء المحليه او الافريقيه، الافريقيه خرج منها عدد من اللاعبين، مش كهربا فقط، لان البعض وقف عند كهربا فقط، لا ده كهربا خرج، وخرج عمار حمد، خرج عبد الرحمن مانو، خرج وليد مصطفى، وخرج محمد مصيب، الخمسه دول خرجوا من القائمه الافريقيه واتحطوا فين؟ في القائمه المحليه، في القائمه المحليه. طيب عمار حمد لسه قدامه شهر، كهربا لسه مشكلته ما اتحلتش، طب انت هتلعب ايه؟ تلعب دور ال 32 وهتتوقف عشان تروح تلعب سوبر افريقي وتيجي تلعب كام ماتش في الدوري وبعدين يجي كاس العالم فنتوقف كوره نلعب بقى ساعتها كاس الرابطه او اي او كاس مصر او اي حاجه حسب ما يقرر الساده المسؤولين جمال علام واحمد دياب، ماشي، لكن انت محتاج تختار بهدوء. طب القيد قفل؟ القيد ما قفلش يا بيه، القيد يقفل 7 اكتوبر محلي، افرض انك انت خلصت مصطفى شلبي، خلصت اتنين اجانب هيبقوا معاك، لان معسكرك الحقيقي بيبقى في نوفمبر وقت كاس العالم. ليه معسكرك الحقيقي هيبقى في التوقيت ده؟ لانك انت النهارده حتى على مستوى المنتخب الاولمبي خد منك 5 النهارده، خد منك حمزه علاء ومحمد اشرف ومصطفى سعد اللي هو ميسي ومحمد مغربي ورافت خليل، والمنتخب الاول واخد مجموعه،
انت ما بتشتغلش بالقوام الاساسي لفرقه النادي الاهلي، لا انت شغال بالمتاح قدامك، فبالتالي ما فيش استعجال على موضوع انك انت لازم تخلص، لازم تجيب دلوقتي، انت فاشل يا خطيب عشان ما جبتش الصفقات دلوقتي. ده كلام غلط، ده كلام غلط. حيل الامر للمدير الفني يشوف الاول الدنيا فيها ايه، اديله فرصه يلتقط انفاسه، وقدامه 3 اسابيع يختار فيه، 3 اسابيع 21 يوم يختار. اللي هيقيد مش هيلعب دور ال 32 بس، الراجل اختار وجاب الناس. مش معنى انه قيد القائمه الافريقيه معناه ان باب الصفقات قفل خالص، معناه ان في استمرار للانتقاء. الراجل عنده دلوقتي كبشه ايه؟ عنده دسته لاعبين اجانب تحت السن وفوق السن، تحت السن وفوق السن. مصطفى شلبي 28 سنه يا حبيبي وما زال موجود برضه، بس لما بقول في مصطفى شلبي ايه 28 سنه ما لعبش دوري مش عارف ايه، مش معناه بقول انه صفقه وحشه، معناه ان انا بقول ان ده التقييم المالي له. والاهلي لسه ما خرجش من الصفقه، عمل عليها هولد لكن ما خرجش من الصفقه، وهديك مفاجاه دلوقتي في مصطفى شلبي. ماشي الحال؟ فالقايمه مش نهايه العالم، ولا القايمه هي اخر حاجه في الكون، ولا القيد الافريقي اخر حاجه. انت قدامك وقت 3 اسابيع تختار بهدوء، تختار بتروي، تختار بتركيز، تختار بتأني، ما تبقاش مستعجل ولا متلهوج وهكذا. واللي يجي هيقيد محلي، في يناير يتقيد افريقي وخلص الموضوع على كده. لكن نربك الدنيا ونقعد نهاجم في الناس لمجرد ان هم ما خلي بالك من حاجه، اقسم بالله العظيم انا اول واحد لو هشوف غلط ما هسكت ولا هيفرق بالنسبه لي حاجه. ليه؟ لان انا اللي يهمني الصح ما يهمنيش الغلط، اللي يهمني الصح ما يهمنيش الغلط. لكن دلوقتي ما ينفعش هاجم الا اذا كنت انا مغرض، الا اذا كنت انا يعني بكرههم للكراهيه، الا اذا كنت انا بفشلهم، الا اذا كنت انا بعمق فشلهم. لكن الناس بتختار ومدير فني موجود طب ماشي يا عم هضرب لك مثل وما تزعلش منه. هو فيريرا لما جه مسك الزمالك جه مسكه بايه؟ بسكواد السنه اللي فاتت ماشي، ما عندوش صفقات ولعب بناشئين وعنده لعيبه مشت، وعنده لعيبه مهمه مش يكفي طارق حامد، بلاش بن شرقي اللي ما كملش الموسم، خد الكاس ومش ما كملش الدوري، بلاش ابو جبل، بلاش كذا حد يعني. لكن انا بكلمك في ايه؟ وارد ان يبقى عندك مدير فني يرفع لك كفاءه اللعيبه اللي موجوده عندك، هو يديله فرصه يشوف. طيب ماشي، هو ديانج ده مش كان ماشي؟ مش صفقة؟ هو كهربا ده ما كانش مش موجود؟ مش صفقة؟ هل المسألة في العدد؟ ماشي، عودة محمد مغربي لخط الدفاع اللي لعب معاك كأس عالم أندية، هو ده مش صفقة؟ هل الفكرة إن إحنا كل شوية نقول لا ده ما جابش، ده ما عملش، ده ما سواش، يا خطيب يا فاشل؟ أنت بتتأثر باللي بيقوله الآخر، أنت بتتأثر باللي بيقوله الآخر، مش بتقول رأيك. خلي بالك انا لو في حاجه غلط بطلع اقول، مش فارق معايا اي حاجه، لا شغال في قناه اهلي ولا في منظومه اهلي ولا في مجله اهلي ولا شغال عند حد خالص، انا ما بيفرقش معايا، يفرق معايا الصح فقط. فعشان كده بقول لك ندي فرصه للناس انها تشتغل، ندي فرصه للناس انها تتعامل، ندي فرصه للمدرب انه يشوف، ما نبقاش احنا ماسكين معول هدم وعمالين نخبط في الناس اللي بتشتغل. طب ماشي، كان عندك اجانب، كان مستقر على لجنه الكور، كان مستقر على كابتن محمود الخطيب، ماشي الحال. فايز السليماني ما كانش عليه نقاش، ولا رجلان برير ولا عثمان كمار اللي هو تحت السن. الراجل قال اديني فرصه، اديني فرصه، بص اديني فرصه، شوف اديني فرصه احكم، لكن ما تبقاش الدنيا بهذا الشكل. طيب